جمعت النصر لشامنا ويمننا 30/9/2011 اطلاق الغازات المسيئة السامة على المتظاهرين في جامع مصعب بن عمير في حي الكاشف. لتخويف وترهيب المصلين عمد رجال الأمن والشبيحة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على مداخل هذا المسجد لإجبار المصلين على الخروج واعتقالهم. أما في داخل المساجد فتسود حركة غير اعتيادية عنوانها الخوف. الكثير من الموجودين داخل هذا المسجد يتخوفون من الوقوع في قبضة الأمن والشبيحة على غرار هذا الشاب الذي لم يسعفه الحظ في الهروب، ولا يعلم إلا الله أي مصير ينتظره بين أيدي من انعدمت من قلوبهم الرحمة. ضرب أحد المعتقلين وبقسوة، اعتقال أحد شبان الحي. حتى بيوت المواطنين غاب عنها الأمان وباتت لا تسلم من بطش النظام. مداهمات واقتحامات عشوائية وتهديم للجدران وتخريب للأثاث. 30/9/2011 جمعة شامنة ويمننا، اقتحام بيت المتظاهر مراد أبو زيد. قد أرهبوا النساء واعتقلوا الأطفال ودمروا البيوت وانتهكوا المحرمات. ممارسات النظام لم توقف من عزيمة أبناء مدن وبلدات سهل حوران الذين خرجوا في مظاهرات عارمة في جمعة النصر لشامنا ويمننا على غرار مدينة نصيب الملاصقة للحدود الأردنية، لتنتشر رقعة المظاهرات وتصل إلى مدينة الجيزة التي أكد أهلها على مساندة حمص والرستن. ومن جنوبي سهل حوران إلى شماله تعود مدينة إنخل بقوة للالتحاق بركب التظاهرات بعد انسحاب الجيش منها، كما خرجت مدينة جاسم عن بكرة أبيها وجاب المتظاهرون الشوارع رغم الرصاص الذي أطلقه رجال الأمن عليهم. الجيش السوري خاين! الجيش السوري خاين! الجيش السوري خاين! مدن درعا لا تعرف الهدوء، فمظاهراتها لا تتوقف ليلا أو نهارا. يخرج أبناء عاصمة سهل حوران وكلهم يقين بأن النظام المستبد راحل لا محالة، وهم ماضون بحراكهم السلمي حتى استرداد كرامتهم أو الموت دون ذلك.